زي ما في اقسام متعدده تحت مسمى الماركتنج، وفي كذلك اقسام كتيره جدا تحت مسمى السيلز، في كمان اقسام بتشارك بين الماركتنج وبين السيلز اللي هو البيزنس ديفلوبمنت، هو عباره عن شخص عنده من الجانبين دول الماركتنج والسيلز بلس كمان مهارات كافيه تخليه في الوظيفه دي. وده موضوع حلقتنا النهارده، كيف بدا البيزنس ديفلوبمنت. اهلا بيكم في برنامج الوصل. زمان كان اي حد بيعمل عمليات بيعية اسمه سيلز بالتدرج الطبيعي من اول جونيور لحد مانجر، لكن دلوقتي في مسمى وظيفي جديد مهم جدا اسمه بيزنس ديفلوبمنت، وده بيطلق على الشخص اللي بيقوم بعمليات البيع الضخمة خارج شركته او من شركته للبوتنشال كاستمر اللي موجودين في السوق، زائد ان بيعمل عمليات كوبريشن او اتحاد مع شركات تانية قوية جدا عبارة عن شراكة بين شركتين بيبدلوا مع بعض الخدمات والمنافع بينهم من غير اي مبالغ مادية او اتفاقات معينة. ده هو الشكل السائد للبيزنس ديفلوبمنت اللي بيعمل توسع لشركته بخدمات شركات تانية مقابل خدمات شركته، وده شكل من اشكال المقايضة او تبادل المنفعة. وظيفة البيزنس ديفلوبمنت بتقوم بالكامل على التوسع والاستحواذ على حصة اكبر في السوق بلس كمان طبعا ده اكيد زيادة ارباح الشركة، وده بيكون من خلال اربع طرق مختلفة. اولهم الماركت بينتريشن، وهو عبارة عن من اسمه هو عبارة عن اختراق السوق بوسيلة ما للاستحواذ على اكبر عدد ممكن من العملاء المهمين، اما بزيادة العمليات الترويجية او بتغيير التسعير للمنتج او تحسين الصورة الذهنية للعميل، ودي مهمة جدا، لكن خد بالك بدون تغيير اي شيء في المنتج نفسه، لان تغيير اي شيء في المنتج نفسه هياخدنا للنقطة التانية اللي هي Product Development، وهي عملية تطوير المنتج للاستحواذ على حصة سوقية اكبر. بكل بساطة هي بتكون على كذا اتجاه مش حاجة واحدة بس، عندك التغليف او الاسم او المكونات الداخلية لما تتغير هتخلي طبعا الجمهور يحس ان المنتج مختلف عن المعتاد، وده اللي هيخلينا نتكلم على النقطة الثالثة اللي هي نقطة Market Development، وهي عملية الخروج عن الأسواق المعتادة لأسواق جديدة. شرط ان يكون نفس المنتج اللي بتبيعه في الأسواق المعتادة تشتغل بيه في الأسواق الجديدة، لان تغيير المنتج والسوق هيودينا للنقطة الأخيرة اللي هي Diversification، وهو مزج بين عنصرين او ثلاثة او اكتر. خلينا اقولك ان كل ما بعدنا نقطة كل ما الريسك زاد، ودي مسؤولية البيزنس ديفلوبر اللي بيتحمل اي خطورة ناتجة عن اي عملية من العمليات السابقة، وطبعا بيزود مصدر الربح للشركة. وظيفة البيزنس ديفلوبمنت دي من اكتر 15 وظيفة مطلوبة على مستوى العالم، ولو صاحبك اللي مش عارف يعني كلمة بيزنس ديفلوبمنت وبيتريق عليها خليه يشوف الحلقة دي. وبكده تكون وصلت حلقتنا النهاردة للنهاية، نشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.